أن الأنظمة البرلمانية في العالم هي المخولة بعقد اتفاقية السلم والحرب واتفاقية الأمن القومي في البلدان. نحن نتنادى وندعو على طريقة قناتكم الموقرة رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح أن يدعو لجلسة طارئة خلال هذا الأسبوع للدعوة الجيش المصري بصراحة وبجلسة مقبولة تكون أيضا حتى حماية قانونية للجيش المصري. مرات قدام يا أخي الكريم يقولوا متى جيتوا بطريق عن طريق دعوة ما ناش عارفين ما بيش نائب موقع عليها الدعوة الماضية. نحن معها فعلا, ولكن كي يكون الأمر شرعي ومقبول لابد تكون جلسة واضحة ومنقولة على هواء مباشرة, وأنا متأكد أن 100% من النواب حيوافقوا على ذلك. وأيضا مصداقا لكلامك يبعثون برسالة إلى البرلمان المصري ولجمع الدول العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقع في 54 وفق ميثاق جامعة الدول العربية. كلامك صحيح, ولكن نحن كنواب قلت لك نجتمعوا للأسابيع في بنغازي لا يتجاوز عدد النواب 17 18 20 واحد. بعثنا برسالة للسيد الرئيس لم يلتفت لنا. النائب الثاني السيد الدكتور أحمد حومة قاعد في بنغازي يدور بيش عقد جلسة. يعني نحن كنواب ما تلوموناش شعبنا, انا نطلع في القنوات وغيري ومن النواب نعقد في جلسات, وانتم عندك العلم بين ان كل الاعلاميين عندهم علم بين, ولكن الرئاسه تتعب اخي الكريم. السيد رئيس مجلس النواب يريد عقد جلسه, شنو ندير يعني نحن ما بايدينا. لذلك ادبيا وشعبويا امامكم وضغط على الرئاسه ندعوهم الان. نحن تو بنحكوا في مجال في الرئاسه. السيد رئيس مجلس النواب لا يريد عقد جلسه, هذا هو الكلام. انا شخصيا كلمت وقال لي مانيش عقد جلسه بالمنطقه, وانا مسؤول عن كلامي, انا مسؤول عن كلامي, وصارت بيني وبين مشاده. السيد النائب الثاني قاعد يدور في بنغازي مع تعالسو ما بيش عقد جلسه, باش نديروا تعالوا اقولوا لنا جلسه يا سيدي بكره يوم اثنين ولا بكره ولا لحد في بنغازي, تعالوا شوفوا كم نائب يجي عندنا قريب 50 نائب قاعدين راسين في بنغازي ما بيش يجوا.